Sí, déjala. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نرحب بالجميع، نقول لكم أهلا وسهلا بكم معنا في حصتكم اليومية ما عدا الجمعة والسبت مائدة رمضان. نرحبوا بالجميع ونقول لكم ان شاء الله يا رب العالمين تكونوا كامل بخير يا وجوه الخير، منورين بوجودكم. هند هند، دورا دورا، مرحبا بكم، ان شاء الله يا رب العالمين تكونوا لاباس. موناليزا مرحبا، رانو اهلا وسهلا، حبوباتي اللي دائما يسناو الحصه ديالهم، يعطيكم صحيحتكم ان شاء الله، بارك الله فيكم. اهلا وسهلا بك حسينه، مرحبا. رايحين نروحوا مباشره للاخباز، عالم الخبز. ام محمد مرحبا، اهلين الحاجه طباخه، مرحبا بكم. نعم، قبل ما نبدا الخبز تاعي نشكر حبيبتنا سولا سولا، يعطيها الصحه، ودارت واحد البريوش يهبل محشي بالشوكولا، وبعثت لي صور حاجه طباخه كذلك دارتو، الله يعطيكم الصحه، جربوه جاهم ما شاء الله، والله صدقوني غير لا فوتو راح تنطق. برافو، نعطيكم 10 على 10 على المباشر، يعطيكم صحيحتكم والعقوبه اللي مازالوا ما داروش. حبابنا في كل مكان، يلا نمروا مع بعض للخبز بالجنجلان. خبز بالجنجلان، هاد الخبيزات بالجنجلان شابة بزاف وبنينه. يلا مع بعض نروحوا المقادير. ام يوسف مرحبا. بالنسبه لمقادير خبيزات بالجنجلان، نعطيكم المقادير قليله، واللي تحب تكثر اكيد راح تروح لواحد كيلوغرام. حنا نمدوا مقادير تاع 500 غرام تاع الفرينه، عندك 500 غرام فرينه، نحطوها في الاناء، نحطوا عليها مغرفه نتاع الحليب البودره، ومغرفه خماره نتاع الخبز، ومغرفه نتاع السكر. أعيد المقادير غير بالعقل باش اللي يلحقوا في الحين يلحقوا معنا. خبيزات بالجنجلان يهبلوا روعة. شوفوا معايا المقادير، 500 غرام فرينة، هاد الفرينة نحطوها في إناء أكيد، نحطوا لها مغرفة سكر، مغرفة خمارة نتاع الخبز. هاد المقادير اللي راني نذكر فيها معنتها انتي كي تبقي تحطي فيها في الإناء ما تمسيهاش، ما تتمسش هاد المقادير كي تحطيها ما تتمسش. هنا المكون الرئيسي، معناتها المكون اللي اهم في هاد الوصفه، هو الطحينه. الطحينه هذه كيفاش ديريها؟ يا تخدميها وحدك، يا تكون عندك في الدار، يا تشريها. هي عباره عن جنجلان مرحي اللي نخدموا بها حلوه الطرق، هي عباره عن جنجلان مرحي بالفرينه المقليه والزيت. تتحصلي على الطحينه اللي راني حابينها، ناخذ منها ملعقه تاع شا كويغا سوب مملوءه تاع الطحينه، ولا تخدميها وحدك في الدار، تقدري وحدك تقلي الجنجلان مليح وتضيفي لها فرينه مقليه والزيت وترحيه، يولي عندك طحينه. كيما تقدري تشريها من برا، هما يديروها قريصه ملح، شويه مالحه. الوغ نحطوا هاد المقادير في وسط الفرينه اللي رانا نذكروا فيها اللي هي 500 غرام، نزيدوا لها هنايا زوج مغارف كبار الزيت العاديه، نزيدوا لها بياض بيضه مع الاحتفاظ بالصفار، بياض بيضه. هاد المقادير مازال ما مسيتهاش، خذوا حذركم، مازال كاع ما مسيتهاش. ما تنساوش ملعقه الحليب البودره اللي تكلمنا عليها في البدايه. الو كل المقادير هذه نديروا قدامنا الحليب يكون دافي مع الماء دافي، معناتها مزيج ما بين الحليب والماء شويه شويه، وندير نص مغرف كبيره نتاع الملح ما يعادل 10 غرامات، نخلطوا المقدار مليح، تعجن العجينه جيدا، اللي عندها العجن تعجنها. هذا الكون تاع الخبز هذا يجي جنجلان، معناتها تقدر السيده هنا تصنع طحينه وحدها في الدار، كيما تقدر تشري بلاره من برا وتحط مغرف. بعد اللي تعجني العجينه جيدا، العجينه تجي طريه، من بعد خليها تخمر، كسري العجينه مرتين ثم تشكل كريات صغيره،
هاد الكريات راح تجي شكلها اوفال، معناتها انت تحد بيها ترديها تيبانه تاع خبز بصح محدبه من ومن، كي شغل اوفال مقروطه مقروطه شوي كبيره. صحيتي تمسح بخليط ما بين صفار البيض والحليب، لكن من كل الاوجه، معناتها تمسحي بالبانسو الوجه الاولاني ثم التحتاني وترمد في الجنجلان، ترمد الخبيزه في الجنجلان. اعيد الطريقه. هنا هاد العجينه فيها 500 غرام فرينه، ما ديريش منها بزاف باسكو غير 500 غرام فرينه تخرج لك بزاف الخبيزات. نحطوا لها مغرف حليب بودره، مغرفه سكر، ومغرفه خماره نتاع الخبز، بياض بيضه مع الاحتفاظ بالصفار. هنا السر نتاع هاد الخبز هو الطحينه، الكو تاع الجنجلان يجي قوي. تشدي مغرفه تاع الشط فيها في 500 غرام، نطموها بالحليب والماء دافي ونص مغرفه ملح ما يعادل 10 غرامات. العجينه طريه تدلك جيدا، لا كولور تاعها تعاود تميل لك للبيج خاطر الطحينه هي اللي ديرها هكا. الوغ بعد ما تدلك تكسر تخمر وتتكسر تشكل كريات صغيره. هنا كي تحد بها هذيك الكريه شكليها مقروطه بيدك، مش عارفه الا راكم فاهميني، شغل تيبانه تاع خبز صغيره بصح منه من مقروطه، نورمالمون راكم فهمتوني، برافو عليكم. الوغ تمسح بصفار البيض جاري بالحليب، ما يكونش ثقيل، جري بالحليب باش يمشي لك البانسو، بصح كاع الحربوش تاعي يتمسح معناتها من الفوق ومن التحت. اللي ما يحبش الجنجلان يقدر يدردر فقط، هاد الخبيزات يترمدوا كامل في الجنجلان كيما الكاطو، بصح اللي ما يبغيش الجنجلان بزاف يقدر يمسح من الفوق فقط بالبيض ويدردر خفيف بالجنجلان. خلي الخبيزات يخمروا وطيبيهم على درجه الحراره 200 درجه، مده الطهي ربع ساعه حتى 20 دقيقه، تتحصلي على داك الجنجلان محمص الله الله، والريحه راها تمد في الكوزينه واش نقول لك، وتاكلوه ان شاء الله بالصحه والعافيه. ماما انكا مرحبا بيك، اهلا وسهلا حبيبه قلبي، مرحبا بيك، والشطوره تاعي دائما تجرب الوصفات، نعطي لك 10 على 10 المباشر، برافو ماما انكا دائما مستمعه وفيه، يعطيك صحتك ان شاء الله. نروحوا مع بعض خواتاتي بعد ما كملنا الخبز نتاع الجنجلان، نروحوا للشربه فريك بطريقه واحده اخرى. شربه فريك لكن بطريقه واحده اخرى، هنا اش راح ديري؟ تشدي طرف تاع اللحم حطيهم في القدره مع شويه نتاع الدجاج. نعم سليمه الجنجلان صحي، برافو. هنا بالنسبه لطرف تاع اللحم ولا الدجاج لا يكلف الله نفسا الا وسعها، شويه فقط، حبه بصل مقطعه شرائح عادي، زوج سنات تاع ثوم، خضار نحتاجو الكورجات زوج حبات، ثلاثه جزر، ونحتاجو 3 حبات طماطم الكل مقطع قطع صغيره. بالنسبه للزيبيس نسحقو ملح فلفل اسود، سكنجبير، كركم، وشويه نتاع كرويه. أعيد، ملح، شويه سكنجبير، هنا شويه فقط ما تكتريش، الكركم وشويه كرويه، نحطو شويه نتاع كزبر مقطع رقيق مع النعناع، والباقي مربوط، معنتها ربطه تكون مربوطه وشويه مقطع صغير صغير، نحطوها في القدره ونبداو نقليو بكاس تاع لاتاي زيت، نقليو نقليو ثم نضيف الماء سخون وملعقه طماطم، نخلو الشربه طيب بلا فريك. الشربة طيب بلا فريك، خلي الشربة طيب وولي للفريك ديالك. بالنسبة للفريك واش راح ديري؟ رايحة، نعم حبيبتي، قدمي لي طبق الكباب. ياسمينة مرحبا بك حبيبتي، أهلا وسهلا، الصورة صورة مرحبا. هنا بالنسبة للفريك ناخدو فنجان تاع قهوة حليب معمر فريك، يتغسل بالماء سخون ونفوروه. هنا نحتاجوه مفور، مفور كيما تفوري الطعام، شتي كيما تفوري الطعام؟ فوريه وحليه بالزيت، فوريه وحليه بالزيت كيما ديري للطعام. بعد ما طيب الخضره نحي اللحم ونحي داك الباقه العطريه ورحي كلش مع بعض، باغي تميكسي بالميكسور، ثم تضيفي شويه نتاع الماء سخون وخليه يبدا الغليان. كي يبدا تغلي الشربه نضيف لها هذاك الفريك المفور، راه مفور ما يسحقش طياب بزاف خاطش الخضره رحيناها. نخلو الفريك يكمل الطياب ديالو ونحط له راس طحار لداخل، طرونشا نتاع قارص، ونخليه يبقبق شويه، نطفي عليه النار ونزيد له شويه نتاع كزبره من الفوق، ونقدمه للعائله شهية طيبه بالتوفيق ان شاء الله.
احبابنا في كل مكان، رانا مازلنا مع بعض يا وجوه الخير، ربي يحفظكم ان شاء الله، قولوا امين. اكثروا من الدعاء والاستغفار في الشهر الفضيل. نروحوا دركا للطبق الرئيسي تاع نهار اليوم. اتوحشنا الرز. اتصلت بيا واحد السيده قالت لي يا سيده يعني الله يعيشك ديري لي طبق تاع رز بصح ينتكل، اروحي انت ولقيها. هنا بالنسبه للطبق تاع الارز تاع اليوم اقتصادي وبنين ويهبل، لكن حذري روحك وديري كميه قليله، معناتها ما غاديش تكبري لو بلاطو، ديري كميه صغيره فقط. ناخذ كاس تاع رز المفور، معناتها اللي يجي صفر، كاس تاع رز، هذاك الكاس تاع رز نغليه في الماء والملح والثوم وحبه الهيل، تعرفوه الهيل، برافو عليكم. في الهيل الماء والملح والثوم والهيل، غير حبيبه ولا زوج فقط، ما تكثريش الهيل. هنا يغلي هذاك الرز حتى يطيب، ثم نصفيه في الكسكاس وندير له الماء بارد باش نحي له لاميدون ديالو. كملتي مع الرز كميه قليله كاس تاع رز، برافو عليك، باش تضمني باللي البلا ينتكل. انا قلت باللي كميه قليله وبنينه. دركا نروحوا للحشو تاع هذا الرز. الحشوه تاع الرز هذا تحتاجي 300 غرام تاع مرقاز، حبيبات مرقاز صحيتي. المرقاز كي تجيبيه افتحيه بالمقص وخرجي اللب ديالو، ديريه في المقله، معناتها باغي كاع تفتحيه تتخلصي تماما من هذيك الجلده. هذاك المرقاز حطيه في المقله وحده، عندك ديري الزيت هو يطلق الزيوتات، خلي هذاك المرقاز يطيب ومن بعد يبقى يطلق لك في الزيت. نقصي شويه نتاع الزيت نتاع المرقاز، ما تخليهاش كامل، خلي المرقاز يتفتت ونقصي شويه نتاع الزيت، وحضري كل حبات طماطم غابي ولا مرحيه، معناتها صوص صلصه بالمرقاس. نحط الطماطيش، نحط الزيتره، ونحط الرند والثوم والمعدنوس، والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. نعاودوا، يلا نعاودوا مع بعض. بالنسبه للرز هذا يجي محشي، واش نقول لكم، يجي هبل. الو كاس تاع رز ما تزيديش فوق الكاس، بالك ديري كيلو راه تقعد لك هكذاك. كاس تاع رز طيبيه في 3 كيسان ماء، شويه ملح، شويه ثوم، وزوج حبيبات نتاع الهيل. خليه يطيب الرز، كي يطيب صفيه وشليه وخليه، خليه بجنب. نولو للحشو، 300 غرام نتاع المرقاس، حليه بالمقص ونحي اللب ديالو، حطيه في المقله، حطيه على النار يطلق الزيوتات، نقصي هذيك الزيت كامل، خلي غير واحد الشويه. ارمي عليه 3 حبات طماطم مرحيه، الزعتره والرند والثوم، تتبيله ملح فلفل اسود، خلي الصوص الطيب. هنا راني حابه الصلصه ما تجيش قرصه، باش نعاونوها يا جماعه ملعقه نتاع العشا تاع الكيتشاب، تعطيها حلاوه وتعطيها بنه. خلي الصوص تتجمر بالمرقاس، برافو عليك، راكي قريبه تكملي البلا. يلا مع بعض نروحوا نديروا المونتاج تاعنا. شدي قالب الفرن يكون غير صغيور، ما تكبريش البلا، تقدري ديريها فرديه كيما تقدري ديريها جماعيه. شدي البلا تاعك دهنيه مليح بالمارغرين ودردري عليه دائما لا شابلور صحيتي. شدي هذاك الرز اللي خطر في الكسكاس، فرغيه في اناء، تبعوا معايا مليح باش تفهموا الغطا، فرغيه في اناء صحيتي. بعد ما فرغتيه في الاناء واش رايحه ديري له؟ رايحه تضيفي له ربع حبات بيض كامله، فخوماج مقطع مرصوات صغار، معدنوس، الى خاصو الملح وفلفل كحل ديري له، وتزيديه كذلك هنايا سنه تاع ثوم غابي. نخلطوا الرز مليح يجي شويه جاري صحيتي. ايا شدي لو بلاطو اللي دهنتيه، فرغي نصف الخليط نتاع الارز، وفرغي كاع الصوص، وعاودي فرغي النصف المتبقي نتاع الارز، برافو عليك. دخليه للكوشه ينشف، خرجي رابي فرماش، طبق يهبل. روز واش نقولكم، يهبل وينتكل، بصح الشرط يكون بكميه قليله. راني نعاود في التفاصيل. باش قلنا عندك الرز طيبيه وصفيه وخليه بجنب، لكن من بعد رايحين نتبلوه ونديروا له البيض. البيض ربع حبات، معدنوس والثوم، ملح، فلفل اسود، وفخوماج، ضربيه نورمال كيما تضربي مسكوتشو. فرغي النص في بلاطو تاعك اللي راكي دهناتو بالمارغرين ودردرتي عليه لا شابلور. حضري الصوص اللي هي صلصه بالمرقاس، واحد البنه لا تقاوم. فرغي الصوص طبقه صحيحه وفوق منها الرز ودخليه للكوشه. علاش ما قلت لكمش انا رابي الفخوماج ودخليه للكوشه؟ حتى ينشف لي من البيض. كي تخرجي لو بلاطو رابي فخوماج ورجعيه يا ربي 5 دقائق باش هذاك الفخوماج ما يجيش يابس. قدميه للعائله وتاكلوه بالصحه والعافيه ان شاء الله يا رب. حسبنا الله. مرحبا بك حبيبتي نعيمه، مرحبا.
اليوم راح نفتح الهاتف على البكري، تعرفوا علاش؟ باش يكفيني الوقت ونستقبل اكبر عدد تاع مكالمات الهاتفيه، ومن بعد نحليو قعدتنا تاع نهار اليوم. واش رايكم؟ 026 74 19 19. مرحبا بكل مكالماتكم الهاتفيه، اعيد الرقم 026 74 19 19. مرحبا بكل مكالماتكم الهاتفيه، اهلا وسهلا بكم. عبد الرحمن انس مرحبا، ام احمد مرحبا، مريم بلصير مرحبا، دلال مرحبا بيك حبيبتي. الله ينورك مريم. نعم احبابنا، مرحبا بكل مكالماتكم الهاتفيه عبر الخط 026 74 19 19. مرحبا بكل مكالمات خواتاتي وخوتي، هكذاك باش نتواصلوا مع بعض، نعرفوا طلباتكم. رانا قريب نبداو حلويات العيد ان شاء الله يا رب، كونوا فقط في الموعد مائده رمضان كل يوم ما عدا الجمعه والسبت من 5:15 حتى للسته، الحاضر يبلغ الغايب. كاين كذلك مسابقه راح نديروها ل 27 ان شاء الله. معي مكالمه؟ نعم نعم، معي مكالمة أمل من بومادارة مرحبا. ألو أمولة مرحبا بيك. للأسف انقطعت مكالمة أمل من بومادارة، مرحبا بيك حبيبتي، عاودي الإتصال وفوق الراس والعين 026 74 19 19. مرحبا بكل مكالماتكم الهاتفية. نعم حبيباتنا، مامانكا تقول لي غدوة نجرب الروز. ما تكثريش يا مامانكا، ديري غير كاس تاع روز، بالك ديري بزاف، كاس واحد باش تضمي مع ديك 300 غرام يجيك قيس قيس، خاطش هو قد ما يكون فيه مرقاس قد ما يجي فيه البنه، بصح نقصوا الزيوتات. راني اكدت وعاودت، كي ديري هذاك اللب نتاع المرقاس يطيب في المقله نقصي له الزيت الزائده باش ما يجيكش مية دم وباش ما يضركش كذلك، وهكذاك تاكله العائله بالصحه والعافيه ان شاء الله يا رب. نستقبل مكالمة سعاد من البويرة مرحبا. ألو مساء الأنوار سعاد مرحبا، الله يسلمك سعاد مرحبا بيك، يعيشك حبيبتي. ما فيش مشكل حبيبة قلبي، فوق الراس والعين تاع السفيرية ما فيش مشكل حبيبتي. ها المقروط، المقروط تاع الكوشه ولا تاع الزيت؟ تاع الزيت ما فيش مشكل حبيبتي. وشنو القريوش؟ بالك راكي تعسليه بالعسيله وتزيدي لها المزهر، خاطرش العسل كي نزيدوا له المزهر ونعسلوا بيه اي حلوه تطرى من بعد، على هذه ما عناش نزيدوا له والو العسل. راكي تخلطي لها المزهر، ايه شفتي كيفاش؟ من بعد هي اللي راح تخسر لك كلش، على بالك والله. باذن الله الرحمن ان شاء الله اختي، ان شاء الله بارك الله فيك اختنا، يعطيك الصحه سعاد، بارك الله فيك اختي سعاد وصحه فطورك وصحه سحورك. ما فيش مشكل، راني سجلت عندي المقروط تاع الزيت وسجلت عندي كذلك القريوش والاسرار نتاع القريوش باش يجيك مقرمش، هي خلقت حاجه خفيفه ماشي حاجه كبيره. حتى البقلاوه دوكا ماناش نزيدوا للعسل حتى شيء، حتى اضافات، خاطر شكون تزيدي له المزهر ديك دقيقه تعطيك نتيجه الغدوه من داك تولي لك طريه وتروح لك القرمشه. صبري انيس مرحبا حبيبتي منوره اللايف، اهلا وسهلا بك. 026 74 19 19. معايا رشيدة بن سليمان مرحبا. ألو مرحبا بك رشيدة، مرحبا بك رشيدة مرحبا، لاباس الحمد لله، مرحبا بك أختي.
بارك الله فيك حبيبتي، اهلا وسهلا. ان شاء الله يا رب العالمين. ان شاء الله يا رب العالمين ترجعي لدارك عافيه معافيه، وربي يعمر حجرك في هذا الشهر الفضيل. قولي امين. ديري في بالك باللي كل جمهور اللي راه يسمع راه قال امين باذن الله الرحمن. ترجعي لدويرتك وربي يعمر حجرك ان شاء الله. ان شاء الله حبيبه قلبي ان شاء الله. شكرا بالنيابه حبيبه قلبي، وان شاء الله يا رب العالمين عوده ميمونه لبيتك ان شاء الله، وان شاء الله ربي يفرحك باذن الله الرحمن. شكرا حبيبتي على الاتصال، وربي يجازيك خير ان شاء الله. نعم معايا في اللايف امل بسمه، مرحبا بيك سليمه. سليمه مرحبا حبيبتي، راهم يقولوا لك كامل امين. انا متاكده بلي الخلق كامل تاثر وراه يقول لك امين ويدعي لك بالخير ان شاء الله، وربي باقي عليك الستر ويرزق الذريه لكل امه محمد كل واحد ان شاء الله باذن الله. حاب الذريه ربي يعطيها له ان شاء الله يا رب العالمين. نستقبل مكالمة حبيبة قلبي وسيلة من الصيف. مرحبا. لاباس الحمد لله، واش راكي الغالية؟ راكي مليحة. يسلمك حبيبة قلبي مرحبا بيك. لاباس الحمد لله حبيبتنا. عسو كتيبك راها دايرة فينا حالة. هذيك كاع نسيتها. خلاص. ان شاء الله حبيبتي الله يحفظك. اللهم امين اجمعين ان شاء الله حبيبه قلبي. صح ان شاء الله يا رب ان شاء الله. معليش حبيبتي ان شاء الله ربي يعمر حجورهم ويرحم موتانا. اكيد ربي يرحمها برحمته الواسعه ان شاء الله. ان شاء الله حبيبتي ان شاء الله حنونتي. برافو. معليش معليش حبوبه قلت لكم تقدري. هاي الهضره استعرب بيك تبارك الله الرحمن. برافو عليك يعطيك صحيحتك ان شاء الله. برافو برافو تاعكم ما شتيش على الجبينه. يسلمك يا الغالي الله يفرحك حبيبه قلبي. يعطيك صحيحتك ان شاء الله بارك الله فيك. شكرا حبيبه قلبي جزاك الله خيرا، وربي يفتح عليك البيبان ويفتح بيبان لكل امه محمد كل جمهورنا الكريم كلهم متواصلين معايا عبر اللايف. تقول لهم سيده علا ان شاء الله يا رب العالمين ربي يرزقكم من حيث لا تحتسبوا. قولوا امين، هذا واش تقولوا؟ قولوا امين. اكثروا من الدعاء في الشهر الفضيل، اكثروا من الاستغفار، وربي حنين كريم. كديني ثقه في الله والله صدقوني يا اخي. توصيتكم وقلت لكم على الايجابيات، قلت لكم باللي خص تكون كل حاجه بوزيتيف ما لازمش يكون نيجاتيف. معي مكالمه امينه مرحبا. الو عليكم السلام امونه مرحبا بك. مرحبا بك امونه ومرحبا بنا سيدي عيسى مرحبا. لا بس يا الغاليه مرحبا بك امونه ربي يبارك عليك. لا مصايمين ايا الله يعيشك امونه الله يحفظك حبيبتي بارك الله فيك يعطيك الصحه. شكرا امونه على الاتصال جزاك الله خيرا حبيبه قلبي، وان شاء الله يا رب العالمين تكوني منوره في داركم وتكوني كل منوره ان شاء الله يا رب. يعجبوني بنيتاتنا هادو اللي يدخلوا المطابخ ويحبوا يطبخوا يحبوا يبدعوا يحبوا يجربوا يعطيهم صحيحتهم. مرحبا بك جوهره المطبخ مرحبا بك كذلك اميره اللي راها في المطبخ يعطيها الصحه ان شاء الله ويبارك لها في هذوك اليدين ان شاء الله يا رب. نستقبلوا بعض المكالمات الهاتفيه عبر الخط 026 74 19 19. مرحبا بكم ومرحبا بكل مكالماتكم.